إذا للحديث عن الزلزال الذي ضرب المغرب وتداعياته ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور طوني نمر الباحث في الجيولوجيا والزلازل في الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور طوني حياكم الله، مرحبا بكم. مئات القتلى والمصابين في أعنف زلزال يضرب المملكة المغربية منذ قرن، ولكن السؤال الذي يطرح، هذا الزلزال ما الذي يختلف عن غيره دكتور طوني؟ هذا الزلزال صراحة هو نتيجة التقاء الصفيحتين الإفريقية والأوروبية والتي أدت إلى تكوين سلسلة جبال الأطلس. هذا الزلزال هو نتيجة احتكاك الصفيحتين بطريقة اصطدامية عمودية، مما ولد زلزال بقوة 6.9 درجات. صراحة كان يمكن لهذا الزلزال أن يكون أقوى من هكذا بكثير. كان يمكن لهذا الزلزال نتيجة الاصطدام بين الصفيحتين ونتيجة الحركة العمودية بين الصفيحتين أن تتخطى درجته الثماني درجات، أن تتخطى قوته الثماني درجات. ما يختلف عن غيره، إذا أخذنا الزلزال الأخير في تركيا مثلا في شباط الماضي، كانت الحركة انزلاقية أفقية. أما الحركة في المغرب اليوم، فجر اليوم، فكانت اصطدامية عمودية، وهذا ما يختلف عن باقي الزلازل. دكتور طوني، هل هو هذا العامل الأساس الذي لعب دورا في قوته التدميرية دكتور؟ القوة التدميرية هي نتيجة الموجات الزلزالية التي تتولد من الاحتكاك لحظة وقوع الزلزال، من احتكاك الصخور على بعضها لحظة وقوع الزلزال. وعندما تصل هذه الموجات إلى سطح الأرض حيث يتواجد الناس وتتواجد الأبنية، تتفاعل بطريقة اهتزازية، وهذا ما نشعر به كزلزال. ولكن أكرر، كان يمكن لهذا الزلزال أن يكون أقوى بذلك، أقوى من ذلك بكثير، والحمد لله كان فقط بقوة 6.9 درجات. طيب. لأن الفوارق والصفائح التي تلتقي بطريقة اصطدامية يمكن أن تولد زلازل بدرجات مرتفعة جدا. دكتور طوني، هل لا يزال هناك خطورة كبيرة في أعقاب الزلزال الرئيس الذي ضرب وسط المغرب؟ ما خطورة الساعات وربما الأيام القادمة؟ على أي أساس يقيم بأن الخطورة قد انتهت دكتور؟ نعم، من حيث المبدأ الخطورة الآن هي خطورة الهزات الارتدادية. نعم، ونأمل أن تكون فقط هذه الخطورة على ألا يتم استحداث زلزال آخر بنفس القوة أو أكبر لا سمح الله. وبالتالي ما نتمناه هو أن تكون الخطورة فقط خطورة الهزات الارتدادية. هذه الهزات نتوقع أن تستمر لأيام، إن لم تكن لأسابيع أو لشهور، كما هي الحال في تركيا الآن. بعد 7 شهور في تركيا ما زلنا نشاهد الهزات الارتدادية. وبالتالي الهزات الارتدادية يمكن أن تمتد لوقت طويل، على أمل أن تكون بكاملها أقل قوة من الزلزال الرئيسي، وإلا نكون قد دخلنا في أزمة زلزالية ثانية نتيجة زلزال آخر. هذه إمكانية ولكن ليس بالضرورة أن تكون واقعا في المستقبل. دكتور، دعني أتوقف هنا. يعني تقصد بعد الزلزال هل وارد حدوث زلازل أخرى أم فقط هزات ارتدادية؟ من حيث المبدأ يحصل فقط هزات ارتدادية، ولكن نحن نعرف أن سلسلة جبال الأطلس هي سلسلة جبلية طويلة جدا، من المحيط الأطلسي إلى بحر المتوسط، تقطع حوالي 4 دول، من المغرب، الجزائر، إلى تونس. وبالتالي طول السلسلة ما يزيد عن 2000 كيلومتر، ممكن لزلزال معين أن يستحث زلزال آخر على امتداد السلسلة، لكن هذا ليس بالأمر الحتمي أبدا. وأعيد وأكرر، نتمنى أن تكون الاهتزازات المقبلة هي فقط نتيجة الهزات الارتدادية. دكتور، هناك مخاوف من وقوع موجات تسونامي عقب زلزال الحوز، ما احتماليات ذلك دكتور طوني؟ موجات التسونامي تحصل مباشرة بعد الزلزال الرئيسي،
فيجب أن يكون الزلزال إما نقطة ارتكازه في المحيط وهذا ما لم يحصل، وإما الاهتزازات الناجمة عنه يجب أن تحرك قعر البحر بانزلاقات على سبيل المثال، وهذا لم يحصل أيضا، وبالتالي لا خوف من حصول تسونامي نتيجة زلزال حول هذا الفجر، لا خوف. دكتور، ما هي النصائح التي تتطلب على الحكومات اتباعها من خلال هذه الزلازل التي قد أصابت منطقتنا العربية؟ على الحكومات أولا الاستفادة من الخبرات الموجودة لديها من ناحية الجيولوجيا والاختصاصيين الجيولوجيين، يجب الاستماع إليهم والإصغاء إلى نصائحهم والعمل بموجب دراساتهم ومنشوراتهم. نعم. على الحكومات تقييم الخطر الزلزالي في كل بلد على أساس التركيبات الجيولوجية والفوالق الزلزالية المتواجدة، أكانت حركتها مرصودة حاليا أو بموجب وثائق تاريخية، يجب العمل على هذا الأساس، يجب التكيف مع الوضع، يجب الاعتراف بالحقائق الجيولوجية الموجودة والتعامل معها بواقعية والانطلاق من مبدأ التعلم مما حصل في بلدان أخرى والاستفادة من خبرات بلدان أخرى ومحاولة تطبيقها في حال حصول كوارث طبيعية لا سمح الله. من بيروت الدكتور طوني نمر، الباحث في الجيولوجيا والزلازل في الجامعة الأمريكية في بيروت، شكرا جزيلا لكم.